شيخ طه عامر الداعية الإسلامي. أهلا وسهلا بحضرتك معانا. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بيك شيخنا الفاضل. الحقيقة خلينا نتكلم بمصطلحات المجتمع ككل. في جملة دايما تتقال، الحقيقة أنا ما بتكسفش، أنا بقول للأعور أنت أعور في عينك، أو أنا دبش وبدي اللي قدامي على دماغه علشان يعمل لي حساب ويحترمني. الأقاويل دي أو الجمل دي يا شيخ طه، الناس بتبقى فاكرة أنها لما بتطبقها كده بيتعمل لها حساب وكده فعلا محدش يقدر يتجاوز في حقها. ردا على الكلام ده من حضرتك ونتكلم من خلاله على خطورة الكلمة، هل الكلمة الدبش والأعور انت أعور في عينك هل فعلا ليها أثر سلبي وليها كمان أثر عند الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وقولوا للناس حسنا، وقال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال أبو موسى: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. وربنا سبحانه وتعالى بيعطينا إشارة قوية جدا جدا ليستيقظ المسلم ويراقب لسانه جيدا، فيقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبالتالي كل كلمة في النهاية تقع في ميزان، إما أن تكون في ميزان الحسنات وإما أن تكون في ميزان السيئات. وبعدين اللي بيقول أنا الأعور أقول له أنت أعور في عينك، أنا ما بخبيش، أنا ما بجملش، أنا اللي في قلبي على لساني وبقول، أنا ما أقدرش أنافق زي ما البعض بيقول. نقول حتى الأعور لما أنت تقول له أعور هيزعل، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبعدين اللي بيقول لك أنا اللي في قلبي على لساني اللي أكرهه أقول له أنا بكرهك، واللي أحبه أقول له إن أنا بحبك، اللي أنت بتحبه تقول له إن أنت بتحبك حتى تزداد المودة. لكن لو انك انت متضايق من انسان او بتكره انسان، والكراهه طبعا المسلم الاصلي لا يكره انسان، لكن انا اتكلم على حاله الغضب، او اثنين متخانقين مع بعض، او واحد زعلان من واحد لمواقف معينه بينهما او اساءه مثلا، ليس صح ابدا ان انت تقول له انا بكرهك. يا اخي ربنا يقول ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. هي القضيه هنا، يا ترى أنت عندك قدرة على التسامح والعفو والصفح، ولا أنت عايز تعطي وتجازي السيئة بالسيئة بمثلها؟ تريد أنت تدخر أجرك في الآخرة وتضبط لسانك وتكون عفيف اللسان وتبتعد عن أي تجريح للآخرين؟ هي دي القضية. أما طيب، أنت خلينا نستكمل خلينا بقى نستكمل في النقطة ديت. وكتير ممكن تتعرض لبعض المواقف أو الكلمات اللي توجعها أو تؤلمها من حد مثلا عزيز عليها أو زميل في الشغل أو صديق أو ابن أو أب أو أم، فدي تقول لك لو سكت بيتكرر معايا الموقف مرة واثنين وثلاثة، لكن إذا رديت رد كده حاسم قاطع في شوية حدة في كلمات فيها توقيف لكل واحد عند حده، هيعملوا لي قيمة وكرامتي مش هتتبعزق، فبيضطر انه يستخدم المصطلحات والالفاظ دي ويقول لك انا بردع، انا فقط برد زي ما بتقال لي انا برد، ممكن استخدم نفس الكلمه. اكيد الاسلام ما امرناش برضو نكون ضعاف الشخصيه او نساب ان حقنا يروح، لكن ازاي ارد وانا بحافظ على القول الطيب وعلى الكلمه الطيبه وعلى بختار احسن الكلمات عشان اخد بها مثلا حقي او استرد بها كرامتي. الحق يضيع بين الإفراط والتفريط. يعني المسلم لا يكون لينا لدرجة أن حقوقه تهضم، ويعني يكون ألعوبة في أيدي الناس، ويكون أداة للسخرية والاستهزاء، وزي ما بيقولوا يعني الناس تستعلي عليه. وفي نفس الوقت المسلم أيضا لا يكون غليظا وقاسيا لدرجة الظلم، وكان بين ذلك قواما.
لا تظلمون ولا تظلمون. المسلم الأصل أنه لا يظلم أحد لا بالقول ولا بالفعل، وأيضا لا يسمح لأحد أن يعتدي عليه أو يجرح كرامته أو يهينه، فيجب عليه أن يرده، ولكن دون عنف لفظي أو دون عنف مادي. بمعنى يعني لو واحد سبك، ما أقولش أن أنا أخذ حقي بأن أنا أسبه مثلا. والمسلم بيختبر هنا اختبار شديد، وهناك بدل الطريقة 10 طرق لردع كل الناس. وأقصد بالردع أن أنا أقف كل إنسان عند حد، بداية أن أنا أختار الدائرة اللي أنا بتعامل معها والدائرة اللي أنا بتقترب مني كويس. ثانيا أن أنا أضع حدود في المعاملة بيني وبين الناس من البداية. إحنا في مصر أو في البلاد العربية على وجه الخصوص عندنا أزمة كبيرة، أزمة عاملة أزمة تخزين الجمال. يعني تخزين الجمال يعني واحد بيعدي مرة بيعدي الغلط مرة واثنين وثلاثة وأربعة وبعدين ينفجر مرة واحدة، سواء في العلاقة داخل البيت أو في العلاقة في العائلة أو العلاقات الاجتماعية بشكل عام. كويس، ما فيش أي مشكلة أبدا إن أنا أقول لأخويا أو أختي أو أقول لجاري أو صديقي أو قريبي لو سمحت أنا الكلمة دي بتؤذيني بلاش تقولها لي، تمام؟ لو تكرمت أنا لا أقبل هذا الكلام. في ناس بقى لو قلت لهم كده يزيد على الكلمة ويثبت عليها ويمسك فيها مرة واثنين وعشرة، يعرف اللي بيضايقك ويضايقك بزيادة. لا أنا بتكلم على الأصل الغالب، يعني الأصل الغالب إن أنا بتعامل مع دائرة معينة بقول له لو سمحت ما تقولش هذه الكلمة، لو سمحت تتعامل معي بهذه المعاملة، لو سمحت أنا لا أقبل أنت تقول لي هذه الكلمة، تمام؟ والله بعد ذلك إن احترم يعني قواعد التعامل بيني وبينه بكمل، إذا لم يحترم قواعد التعامل بيني وبينه خلاص بيكون العلاقة بيني وبينه محدودة إلى درجة معينة. لكن في النهاية إحنا نريد أن المسلم يكون راقي الأخلاق، لا يسقط في دائرة ومربعات الآخرين. يعني من جهل عليها أجهل عليه، ما هو الجاهل في العرب في الجاهلية قبل الإسلام كان ده شعارهم، نجهل فوق جهل الجاهلين. يعني اللي بيسبني أسبه 10 مرات، اللي يشتمني أنا أشتمه. فالمسلم لا يسقط أبدا في مربعات السفة والاستهزاء والفحش، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إياكم والفحش والتفحش، إن الله يبغض الفاحش البذيء. والمسلم ليس بسباب ولا طعام ولا سخاف. بالظبط، وقول الله سبحانه وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، يعني أنا هعتبرك جاهل، هعتبرك ما مش فاهم دينك، أنا همشي وهسيبك. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. الحقيقة هنا شيخ طه، في أخيرا قبل ما نختم مع حضرتك، في ناس بتقول طب هي إيه الفايدة، ايه الفايده لما انا ابقى على طول بقول كلام حلو ومنمق وبجامل وبتاع؟ انا بحبش، عفوا، بحبش شغل التلزيق ده، انا دايركت على طول وبقول كلامي على طول. طب ليه الله سبحانه وتعالى لما امرنا بالكلمه الطيبه، ليه لما بيجي نعاتب ناس نقول لهم انت فاكر ان ده هين؟ هو هين عندك ولكن هو عند الله عظيم. فخلينا نشوف مع حضرتك اخيرا، ليه الله سبحانه وتعالى امرنا بالكلام الطيب مع بعض؟ قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلمة الطيبة هي في ميزان الحسنات يوم القيامة، وده هدفنا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة. وأنا عايز بس أشير إشارات سريعة جدا حتى نتوسع في دلالة الكلمة الطيبة ولا نحصرها في زاوية واحدة بدون مفصل عشان وقتكم ووقت المشاهدين أيضا. الكلمة الطيبة تدخل في إطار العلاقة الزوجية، الكلمة الحسنة التي تشرح الصدر وتسعد الطرف الآخر. كلمة طيبة في التربية، تربية الأولاد، لا تحقير ولا سب ولا شتم، إنما كلمة تشجع وتصنع أناسا ناجحين وثقين من أنفسهم. كلمة طيبة في ميدان التربية بين المعلم وتلاميذه، الكلمة الطيبة بين المسلمين فيما بينهم وبين المسلمين وغير المسلمين. ودي بقى اللي نختم بيها، ان الكلمة الطيبة لازم تكون سمت للمسلم هو بيتعامل، سواء كان مع عيلته او مع المحيطين بيه او حتى مع المجتمع اللي بره، بحيث انها تسود الاخلاق الطيبة، وفعلا يبقى هو ده السمت الغالب للمجتمع، ويتبدل حال المجتمع لما كل واحد يبدأ بنفسه. بنشكرك، شكرا جزيلا شيخنا الفاضل شيخ طه عامر الداعية الاسلامي، كنت معنا عبر سكايب. نسأل الله سبحانه وتعالى انه يحلينا واياكم وكل المستمعين باللسان الحلو. في ناس تقول لك ده لسانها بينقط
سكر او عسل من كتر ما هي ما شاء الله كل ما تروح في مكان لما تلاقي الكل بيشوف حاجه وحشه هي تشوف الحاجه الحلوه وتشيد وتتكلم عنها. هو ده المطلوب ان احنا كلنا نعمله. لو بس العدوى دي انتشرت مع الكل هتلاقي حال المجتمع كله على بعضه اتغير حقيقي فعلا يا نتا. طيب.